إن إنهاء النزاع وإحلال السلام المستدام هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء الانتهاكات. فهناك أكثر من 20,000 طفل من بين ضحايا الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011. ونستذكر في هذا الإطار أطفال الشعب الفلسطيني الأعزل الذين يعانون من تعسف وانتهاكات إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال منذ عقود عدة، وأطفال اليمن الأبرياء الذين يتعرضون للتجنيد والاستقلال والقتل نظرا لعدم التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والالتزام بالاتفاقيات والقانون الدولي من قبل جماعة الحوثي. كما أنه من الضروري تعزيز الموارد والقدرات فيما يتعلق بحماية الأطفال في النزاعات وإعادة تأهيل وإدماجهم في المجتمع، حيث يقع على عاتق الدول المسؤولية الأولى لحماية مواطنيها خاصة المستضعفين منهم مثل الأطفال بشكل عام والأطفال ذوي الإعاقة بشكل خاص.